كثير من الشد والجذب عن موضوع التطعيم، كل يوم قصة مرعبة والتطعيم هو المتهم. الموضوع ما يقتصر على الألم النفسي والجسدي من إبرة التطعيم أو التعب الكم يوم اللي يجي بعد التطعيم، الموضوع أكبر من كده. في كثير من الكلام المنتشر أن التطعيمات لها أضرار ومضاعفات واحتمال تسبب أمراض خطيرة للأطفال. وبعدين إيش فائدة التطعيم أصلاً؟ في كم حالة موجودة من هذه الأمراض اللي بنطعم أولادنا ضدها؟ متى آخر مرة شفنا شخص عنده حصبة ولا شل الأطفال ولا غيرها؟ ليش الواحد ياخذ مجازفة ويعطي التطعيم لأطفاله بدون فائدة مرجوة؟ الحقيقة المرة إنه نجاح التطعيمات وفاعليتها هو سبب وجود هذه التساؤلات اليوم، لأنه فائدة التطعيم كبيرة جداً. المجازفة الحقيقية هي في عدم التطعيم. قبل أقل من 100 سنة فقط كان إصابة أحد الأطفال بالحرارة سبب للهلع. الناس كانت تخاف تكون هذه بداية المرض اللي هينهي حياة طفلهم أو يتركه مشلول أو عنده إعاقة. أكبر الأمثلة عندنا هي اللي كان يصير بعد مواسم الحج، لكن مع انتشار التطعيمات أصبحنا ما نشوف هذه الأمراض وما صرنا نخسر الأطفال بسبب مرض معدي إلا فيما ندر، الحمد لله. التطعيم مو بس بيحمي الشخص اللي أخذه، لكن هو سلاح مجتمعي ضد انتشار هذه الأمراض. مو كل شخص ينفع معه التطعيم، لما جزء كبير من المجتمع يكون مطعم يحمي الباقين من انتشار هذه الأمراض بإذن الله. ظاهرة تسمى حصانة القطيع Herd Immunity. هذه الظاهرة تستمر فقط إن استمرينا في اتخاذ سبل الوقاية بالتزامنا بالتطعيم. لو إحنا كمجتمع ما التزمنا بالتطعيم وبطلنا نطعم الأطفال، ما هياخد هذا الموضوع وقت، وفجأة هنلاقي نفسنا في إشكال كبير بسبب رجوع هذه الأمراض الفتاكة من جديد. الكلام هذا مو نظري، هذا الكلام حدث فعلا. عام 1998 طلعت دراسة تحذر من التطعيم الثلاثي، تطعيم الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وتربطه بمرض التوحد عند الأطفال. هذه الدراسة انتشرت في وسائل الإعلام وصار حولها لغط كبير. ردت الفعل الطبيعية من الناس إنها بدأت تخاف وبدأت ما تطعم أولادها. مرض زي الحصبة كان تلاشى تماما من أمريكا. ما أدرك الناس المجازفة اللي بياخدوها بامتناعهم عن التطعيم كله بسبب هذه الإشاعات اللي انتشرت. ما أخذ الموضوع 10 سنين قلت نسبة الناس المطعمة لدرجة سمحت للمرض بالانتشار من جديد في كثير من ولايات أمريكا. الآن فقط استوعب الكثير من الناس اختيارهم الخاطئ، ونسبة الناس المقبلة على التطعيم زادت إلى 4 أضعاف. اللي أبغى أقوله إنه نشر معلومات مغلوطة عن التطعيمات شيء خطير، لأنها تزيد من خوف الناس فيبطلوا تطعيم. في البداية ما هيصير شيء، لأنه نسبة كثيرة من الناس هتكون لازالت مطعمة وفي حصانة مجتمعية ضد المرض، لكن ما هي إلا سنوات من استمرار هذا المنوال نفقد حصانة القطيع وهندفع الثمن. من السهل الواحد يتأثر بالصور اللي بيشوفها كل يوم والقصص اللي يسمعها عن التطعيم، لأنه طبعا خايف على أطفاله، هذا شعور طبيعي. لكن الخطر الخفي أكبر بكثير، فكر فيه، ترى التاريخ القريب مسجل صوت وصورة، وبإمكانك تتعرف على الأمراض اللي حمانا منها التطعيم عن طريق بحث في الإنترنت. شوف كيف فتكت هذه الأمراض بالأطفال في الماضي القريب. خلينا نوازن الأمور صح، ترى التطعيمات فائدتها كبيرة. لكن خلينا نيجي للنقطة الثانية برضو مهمة، ما مدى سلامة التطعيم؟ هل فعلا كلام الناس عن مشاكلها صحيح؟ ليش الغالبية العظمى من الأطباء والمؤيدين للتطعيم ما عندهم استعداد حتى يناقشوا الموضوع؟ هل هو اللي جهلهم بالتفاصيل؟ لأن الناس اللي بتؤمن بضرر التطعيم برضو متعلمة ورأيهم مستند على أدلة علمية، ليش هذا الموضوع ما ينحسم؟ موضوع التطعيم والجدل العلمي اللي حوله يبدو معقد وفي كثير من المحاور، سواء ربط التطعيمات بالأمراض أو مشاكل مكونات التطعيمات أو جدولة التطعيمات إلى آخره. لو بدأنا فيها ما راح نخلص، وهي ما راح تخلص، لأنه كل ما هتطلع شبهة جديدة ويتم الرد عليها هيطلع غيرها، وهذا الكلام والنقاش يسبب بلبلة وما يزيد المستمع إلا خوف ورهبة من التطعيمات. فخليني أقول لك الحقيقة اللي تحتاج تعرفها، هذه الشبهات اللي تطلع على التطعيمات ضعيفة لا توازي بأي حال وضوح الدراسات القوية اللي تؤكد أمان التطعيمات. هذه الشبهات لا تحتاج للمزيد من الدلائل لردها، ولذلك فإن الكثير من الأطباء لا يدخلون في هذا الجدل ويكتفون بالتأكيد إن التطعيمات آمنة. أكيد هتسأل نفسك كيف يعني شبهة ضعيفة ودليل قوي؟ مين يحدد القوة والضعف؟ فاسمح لي أبسط لك هذا المفهوم العلمي في الدقائق الجاية باستخدام هذه القصة. خلينا نقول إنه في مدرسة من المدارس كان مطلوب منهم ترشيح أحد طلابهم لسباق، وكان فيصل وعبد الله طلاب المرشحين لأنهم كل يوم يجوا للمدرسة جري. بيوتهم كانت تبعد نفس المسافة عن المدرسة، فعشان يختاروا بينهم سأل المدير بواب المدرسة لأنه بيشوفهم كل يوم، قال له في رأيك مين فيهم أسرع من الثاني؟
فكان رأي البواب إنه فيصل وعبد الله سرعتهم متساوية. جاء أستاذهم واعترض، قال أنا عندي سجل أكتب فيه كل يوم وقت وصول فيصل وعبد الله للحصة الأولى، وبعد مراجعة السجل لقيت إنه عبد الله دائما يسبق فيصل في الوصول للفصل، وبكذا استنتج إنه عبد الله أسرع من فيصل. أم فيصل استغربت من هذه النتيجة لأنها تدري إنه ابنها سريع، وقررت إنها كل يوم الصباح تتابع فيصل وعبد الله لمدة أسبوع، واكتشفت إنه سبب تأخر فيصل عن المدرسة مو بطئه، لكن لأنه يقابل صاحبه ناصر في الطريق ويقعد يتكلموا سوا فترة. وعشان تثبت هذه النتيجة اشترت جهازين تعقب وحطت واحد في شنطة فيصل وواحد في شنطة عبد الله، وقدر الجهاز يقيس سرعتهم وقت ما كانوا بيجروا. كانت النتيجة واضحة فعلاً إنه فيصل أسرع من عبد الله. طيب الآن أمامك ثلاث آراء مختلفة تماما، لكن بمعرفتك كيف كل واحد من الثلاث أشخاص وصل للنتيجة هتلاقي أنه من الواضح أن النتائج لا تحمل نفس الوزن. ما في شك أنه نتيجة أم فيصل هي الصحيحة، ومع أنه الآراء الأخرى كانت مبنية على معلومات صحيحة، لكن الاستنتاج الأخير كان خاطئ. طريقة أم فيصل صحيح أخذت منها وقت أكثر ومجهود أكبر، لأنها أكثر دقة وأجدر بالاعتماد عليها من باقي الآراء. وحتى لو طلع البعض بشبهات جديدة وقال لك أصلاً عبد الله رجله أطول من رجل فيصل أو خطوته أوسع من خطوة فيصل، فهذه الشبهات أمام قياسنا لسرعة فيصل وعبد الله وتحديدها بشكل دقيق ليس لها وزن. ليست كل الأبحاث بنفس المستوى ولا نفس الدرجة. قدرتنا على الاعتماد على نتائج الأبحاث تتفاوت بفهمنا كيف تم إجراء البحث. هذا الهرم يمثل المفهوم العلمي اللي شرحته، ويرتب الأبحاث على حسب قدرتنا على الاعتماد على نتائجها. في أسفل الهرم هتلاقي آراء المختصين أو قصة حالة مرضية أو بعض حالات، بعدين يجي دراسة سجلات عدد أكبر من المرضى. أعلى من كده إنك تتابع المرضى من البداية حتى تصل للنتائج، وأعلى من هذا كله إنك تقسم المرضى عشوائيا إلى مجموعتين وتدرس علاجك على مجموعة معينة دون الأخرى، اللي هو ما يسمى بالراندومايز كنترول ترايل. تكلمنا عن هذا المفهوم في حلقة سابقة، ممكن ترجع لها من خلال الرابط. يعني بالمختصر طريقة عمل البحث العلمي تحدد بشكل كبير قوة البحث وقدرتنا على اعتماد نتائجه. طيب خلينا نرجع للتطعيم. صحيح في دراسات وأوراق علمية تتكلم عن أضرار التطعيم، وبعيدا عن أنه بعضها ثبت أنه ملفق أنا ما هأدخل في الموضوع هذا، لكن هذه الدراسات كلها درجتها ضعيفة جدا. في المقابل وخلال 20 سنة اللي فاتت دراسة بعد دراسة من مختلف دول العالم، أمريكا، دنمارك، فنلند، يابان إلى آخره، كل واحدة فيها تشمل عدد أكبر من الأطفال وتستخدم طريقة بحث أقوى وأكثر دقة، كلها بلا استثناء وجدت أن التطعيمات آمنة وأن الأضرار المذكورة في هذه الدراسات الضعيفة ما لها أي علاقة بالتطعيم. هذه الدراسات مجتمعة درست أكثر من 14 مليون و700 ألف طفل، في حين أن الدراسة مثلا زي اللي ربطت التطعيم الثلاثي بالتوحد عرضت 12 حالة. لكن اللي مخلي اللغط هذا يستمر هو انه كل مرة يصدر بحث موثوق يثبت عدم وجود ضرر ويثبت امان التطعيم للاطفال يطلع شخص بشبهة جديدة، ومهما بذلت من وقت ومجهود عشان تقدم دليل هيكون دائما في ناس مؤمنة بنظرية المؤامرة وما راح توقف عن اصدار الافتراءات او تكذيب ما يثبته العلم بالدراسة والبرهان الواضح. انا اب قبل ما اكون طبيب، وما في اغلى عند كل اب وكل ام من اولادهم، خوفنا عليهم من اي ضرر ولو بسيط هو شعور طبيعي، ويمكن عشان كده هذا الموضوع الحساس هو من اكثر المواضيع اللي تم دراستها للتاكد من امان التطعيمات. احيانا لما بيكون موضوع محل جدل وفي راي وراي اخر بيكون لكل راي وجهه نظر جديره بالاحترام، لكن مو في هذا الموضوع. الراي اللي بيحاول بث الرعب من التطعيمات ويدعو لتنازلات اما في عددها او جدولتها او ما تحتويه هو راي لا يستند على برهان قوي، ولكن كلها شبهات هي اقرب لنظريه المؤامره منها الى العلم. هو رأي يضرك يضر أولادك ويضرني ويضر أولادي، يمكن ما يكون له أثر اليوم، لكن لو ما تصدينا له اليوم هيكون له أثر هادم في المستقبل القريب. التطعيمات آمنة وفعالة، لا تظلم أولادك ومجتمعك والتزم بالتطعيم وكن واعيا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وأفادتكم ولاقت استحسانكم، وحب أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور نزار والدكتور عبد الله على مراجعتهم محتوى الحلقة، والشكر موصول لكل متابعي البرنامج والمتفاعلين معه، فبكم نصل لمجتمع أكثر وعيا، وأتشرف دائما بآرائكم وتعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أمان الله.